يلا يلا سيدي. يا عم تعمليها يا أميرة، هو ده الاتفاق؟ ألو سجل الأهرام، من فضلك اديني أميرة. إيه بتتكلم؟ طب أنا عايزاها في حاجة خطيرة، دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون عشانك يا أميرة. دي عامله تعمليها يا اميره؟ احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100% ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوازنا هيقولوا اشمعنى اميره؟ ومش هنقدر نفتح بس ارجوكوا تسمعوني. انا شفت الباسبور بتاع سمير، تعرفوا ان بقالهم 6 اشهر ما نزلوش من على ظهر الباخره؟ 6 اشهر ما اتكلموش ولا اتعاملوا مع اي شيء مؤنث، كل حاجه في حياتهم كانت ذكر في ذكر. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا شريف. كل ده كان كفايه عشان يبقى في قلبنا رحمه ونعوض لهم حرمان 6 اشهر. انا شخصيا لو كنت اتجوز سمير مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين كنت اتجوزته عشان اعوضه اللي فات. مش كده يا منى؟ قلت ايه يا ليلى؟ الو 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 حبيبي يا شريف. انا اسفه يا حبيبي، انا غلطت في حقك، لكن اوعدك اني هصلح غلطتي. فين الفستان اللي بيحبه؟ ستوب. عظيم. اكسلنت. المازون جاهز؟ جاهز يا فندم. استعجلوا بسرعه. حاضر يا فندم. اصيله هانم، ازيك يا اصيله هانم؟ وحشتيني يا سي محمود. فاكره يا اصيله هانم؟ فاكره يا سي محمود. فاكرة لما سمير كان مستني عروسته واحنا بنلعب طاولة خشب؟ يا حبيبي خشب. هتروحي مني فين؟ تحدي. انتي مش قدي. انت المأذون؟ ايوه. لا انت ما تنفعش خالص، انا عايز مأذون مودرن. نعم مأذون خواجة يعني. يا استاذ ده اشي مودرن. حضرتك استني خالص. اجري غوري. الله يلعنك. الله يعينك كفرة. يخيبك مخرج من دون المخرجين. ده سي محمود اللي هيكتب كتاب اميرة. سي محمود يا سي محمود. انا متأسف قوي يا عم محمود. احنا ظلمناكم. عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صالة افراح. السلام عليكم. استنى على فين؟ هو برضو انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجة قبل الاجازة ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. يا محمود. مش محمود. اتفضل. حاضر يا استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسميه ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد تنط لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من ده له. دي حلوه. مشي مشي. مشي المأذون. ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نازل ايدك، انت مش كامل اللي انت بتعمله ده. نازل ايدك، بقول لك نازل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالضرب تستعد. وريني هتعمل ايه بقى؟ صحو هيضربوني كركديه. لا الواد شغال. رحلة اليابان نفعت. لا لا وهتشوف هيكسروا، بس هو لئيم الوهم. يا جماعه ما يصحش كده، عيب. اي داعي لاي حركه؟ واعمل لكم حاجه بعدين، احنا مع بعض يعني. انا بنضرب بيهم.
أنا خمتني وخدتني شط واحد ضيف شرف. فيها ايه ما دام معايا انا؟ مفيهاش حاجه ابدا. فيها دي. يعني ايه؟ الارض انشقت وبلعتهم؟ قلبنا الدنيا ومش لاقيين. طب وماما فين؟ مش موجوده روح. طب متشكره قوي، مع السلامه. شريف، فين شريف؟ فين احمد؟ انا عايزاه. مش عارفه. دول مش موجودين في الاستوديو كله. انا عارفه هما فين. فين؟ عندنا في البيت. يلا معايا. يلا. ثانية واحدة أشوفهم فوق وأنزل حالا. قبلت زواجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. مبروك يا علي. الله يبارك فيك. مبروك يا علي. الله يحفظك. لا لا يا محمود، هذا ما يصحش. يا أخي بقى رايحة فين؟ حاضر. أنا ما عنديش حريم تفتح بيبان، أنا هنا راجل البيت. لا لا مؤاخذة يا شيخ علي. إيه ده؟ أنتوا مستنيني إيه؟ الفتة. يلا يا سيدي، يلا يابا، اتكل على الله. يلا خدت حقك يا عم، برا رصاء بلا نيرة، يلا مت الحمل ليه؟ ألف نهار أبيض، شكرا. مع السلامة يا سيدي. ماما. مع السلامة. ماما. اسعى. ماما. اسعى وصلي على النبي. اسعى خد لك صورة 6×9. يلا يا محمود يا أصلي. ماما. ما شفتيش سمير؟ لا ما شفتوش. تعالي هنا، راحة فين؟ إيه؟ مش لما عرفك بس محمود، سي محمود جوزي. جوزك؟ اهلا اهلا. ومالك اتخضيتي كده ليه؟ بس يعني بقول ايه، هتتجوزي بقى و لا اهي دي بقى ما اعملهاش. بس بقول لك ايه، ما تنسيش وانت راجعه تجيبي لي معاكي 7 صناديق. صناديق ايه؟ حبوب منع الحمل. يوه شوفي. هي اللومه ودمالها يا خسيله. والنبي ابلغ بقى سي محمود، انت ما قالتش هتجيب حبوب منع الحمل ولا لا؟ تعال. ماما. قدر روح لامك. شريف ايه ده يا ابني؟ مفيش حاجه يا ماما. ازيك يا عطيات؟ ازيك يا شريف. جالك كلام؟ شايفه مقصوفه الرقبه عملت فيه ايه؟ يعني هو لوحده يا ماما، كلهم اصحابه زيه كده. قول لي يا ابني، انت متجوز؟ ايوه يا طنط، انا متنيل على عين اللي خلفوني. وانت يا ضنايا؟ انا خاطب يا شيخ بلا نيله. امال لما تتجوز يا ابني هيجرى لك ايه؟ ماما اشوف وشك بخير يا ماما. لما تبقى تيجي الست منى اقول لها ان انا سافرت. هتغيب قد ايه يا شريف؟ 6 أشهر تاني يا ماما. اشوف وشك يا ابني. سلمي على جوزك عطيات. مع السلامه يا شريف. طب ربنا يستر بقى. طب استنوا اقفلوا الازاز بتاع العربيه. تقفل ايه بس؟ ده وقته نقفل. يا جدع يلا احنا ملحقنا. يلا بلانينا يا بتاعتنا. تمام. ايه اللي اخركم؟ اوكي. ظروفنا العائليه كانت سيئه جدا للغايه. انا عارف كل ظروفكم وظروفكم اللي اخرتكم وصلت قبليكم. انا استاذنت الشركه انهم يفضلوا معانا ال 24 ساعه جايين لغايه ما نوصل بيروت. وهترجعوا لبيروت ازاي؟ ولا حاجه، بالاتوبيس. متشكرين جدا يا ابطال. بس احنا لسه ما اتجوزناش. لو سمحت يا فندم اكتب الكتاب مش كده؟ ايوه فندم.
لما نخرج من المياه الاقليميه نبقى نكتب الكتاب. من الاقليميه من الحنفيه نارك قشطه. جيت لقضاك يا حلوه. احمد. احمد ايه؟ اقعد. ها؟ اقعد يعني. مفيش هنا عيانين. معلش عشان خاطر. ولا حاجه بينا السمك تعالجيه. لا لا وجميع. انا عاوز اتخلى. مين اخويا؟ سياده القبطان. ليه يا حبيبي؟ شفتش على الجواز. قول له انتحر. قول للقبطان اختشي. عيب. بلاش الحركات دي. مش وقته.